من ربك؟ 你的主是谁؟ نسألك نقول من ربك؟ 一旦我问你，你的主是谁？ تقول ربي الله. 你应当说我的主是安拉。 لماذا؟ 为什么？ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا. 因为安拉创造了我们，给养了我们。 وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. 而且派遣了先知和使者，降示了经典。 فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا لابد أن يعبد لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى. 一旦安拉创造我们，赐予我们给养，我们应当崇拜独一的安拉。 لا خالق إلا الله. 没有创造者，只除上安拉。 كل واحد منا يعرف أنه مخلوق. 我们所看到的、听到的、见到的都是。 وأن الخالق واحد سبحانه وتعالى. 都是独一的安拉所创造的。 فالعبد يفتقر إلى الله إلى الخالق. 众人、世人都仰赖安拉的给养。 فلا يدعو إلا الله. 我们世人当只祈祷安拉。 ولا يصلي إلا لله. 我们当只向安拉礼拜。 لا يفتقر إلا للخالق سبحانه وتعالى. 我们只投靠安拉，依靠安拉，向安拉祈求。نعم. No.